أخوي الكريم، أختي الكريمة، نريد أن نعرف ما هي حقيقة هذا العيد أو ما يسمونه عيدا وهو عيد الكريسمس. أكثر من 200 مليون نصراني حول العالم يحتفل بهذا اليوم. طيب، ما مناسبة هذا اليوم بالضبط؟ يحتفلون بميلاد ابن الله، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. يعني هذه مناسبته، عيد ميلاد ابن الله. عيد ميلاد ابن الله، وهذا الكلام لا يقره مسلم ولا حتى الطفل المسلم. أبسط شيء يقول قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد. وهني تأتي الخطورة، لا يجوز حتى التهنئة، لا يجوز حتى التهنئة. يعني أنت بمجرد قولك هابي نيو يير، ميري كريسمس، كأنك تقرهم بعيد ميلاد سعيد، عيد ميلاد ابن الله، تعالى الله عما يقولون. إخواني، حتى الجن يعلم بذلك، وأنه تعالى جد ربنا، ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. وفي هذا الوقت يشتم رب العالمين. يقول الله عز وجل في الحديث القدسي: شتمني ابن آدم وما ينبغي له أن يشتمني، وكذبني وما ينبغي له أن يكذبني، أما شتمه إياي فقوله إن لي ولدا وأنا الله الأحد الصمد الذي لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفوا أحد. وقالوا اتخذ الله ولدا، لقد جئتم شيئا إدا. كلام ثقيل، من ثقله تكاد السماوات يتفطرن منه، وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا، أن دعوا للرحمن ولدا، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، وما للظالمين من أنصار. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وما من إله إلا إله واحد، وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه، والله غفور رحيم. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة، كانا يأكلان الطعام، انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون. قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا، والله هو السميع العليم. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا،
أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد